في مرض بيجي نادرا بين ملايين من البشر ان الانسان او الطفل يتولد من غير اطراف، من غير الاطراف بتاعته. في فنلندا واحد بالشكل ده اسمه نيك فيوتيتش، الراجل ده اتولد كده، لكن لو تشوفوا الابتسامه بتاعته مفيش اطراف خالص، بالابتسامه بتاعته الجميله دهيت ولف العالم كله وحكى حكايته وألف كتب وعاش في أسرة قدرته كتير خالص، وعمل منظمة أو جمعية خيرية اسمها كده الحياة بدون أطراف، ابتدى يلف العالم، ابتدى يشجع الناس اللي بالصورة دهية، وابتدى يبص الأمل فيهم، ما دام في عقل وفي قلب يبقى في حياة، وابتدوا يشتغلوا ويطلعوا نتائج حلوة خالص. هنا تحديهم للواقع، لا تكتفي بنظرات الحسرة ويا عيني يا فلان، ما تكتفيش بكده، ده ممكن الشخص تطلع منه طاقة جبارة. هنروح بعيد ليه؟ تعالوا في تاريخنا المصري الدكتور طه حسين، تسمعوا عنه؟ طه حسين أنا شخصيا بحب الشخص ده، بحب تاريخه، لكن كنت أتوقع أنه يبقى أي حاجة إلا أنه يكون وزير المعارف أو وزير التربية، يعني ممكن يكون أي شيء، لكن يبقى وزير اللي بيعلم الناس المبصرين، دي حاجة كبيرة خالص. وطه حسين بعظمته وبتاريخه وكتاباته ومقالاته، وأحكي لكم حكاية كده صغيرة عن طه حسين من تبين نبوغه. طه حسين في يوم جت مذيعة تجري معه حوار، مذيعة في الراديو، فقالت له كده في البداية: السيد الأستاذ الدكتور طه حسين. هتبتدي تسأل بقى، بس ابتدت بالمقدمة دي: السيد الأستاذ الدكتور طه حسين. فرح قال لها: استني، أتعلمين أنك تكلمت 3 لغات في هذه المقدمة؟ هي قالت بس ال5 كلمات دول: السيد الأستاذ الدكتور طه حسين. فقالت له، قال لها: أنت اتكلمتي 3 لغات. فالست: إيه ال3 لغات ده؟ هما 5 كلمات بس. فقال لها: كلمة السيد لغة عربية، وكلمة الأستاذ لغة فارسية، وكلمة الدكتور لغة لاتينية، فأنت تحدثت في هذه العبارة القصيرة ب3 لغات. شوف العبقرية، عرف ده إمتى وعرف اللغات دي إمتى. وهو ضرير، يمكن طبعا معظمكم قرا الأيام أو شاف بعض المسلسلات أو الأفلام عنه، أنه ضرير بعمره 2 سنين. وسوزان مراته كانت فرنسية، كتبت كتاب رائع جدا بتوصف حياة طه حسين، سمته كده معك مع طه حسين. يعني ايه العظمة دي؟ ولغاية النهاردة بنستعين بكتاباته بمقالاته بأفكاره برؤيته، وكان ضريرا. عشان كده يمكن للإنسان الذوي إعاقة معينة أن يتحدى الواقع. طب الشطارة ايه؟ إنك يكون وراه وحواليه أسرة بتبني الثقة فيه، مش تتحسر عليه، مش تندب عليه، مش تبكي عليه، تبني الثقة فيه.